يعني هؤلاء الذين يوالون اليهود والنصارى، يعني وبالأخص في شق اليهود في الأرض المقدسة، ويرضوا بأوامرهم ويلتزموا بأمرهم، هل هم فعلا مؤمنين؟ وهل كلمة منهم أنها ستحسب على إنهم من زمرتهم، أو أنها قد تعني معنى آخر، أن حقيقتهم أنهم فعلا على الحقيقة من اليهود، يعني أنهم يهود ولكن يعني تم تزوير حقيقتهم أمام العلن حتى إنهم يبدو كأنهم مسلمين؟ خلينا يا إخواني نعد كمان مرة، نعد يعني لغاية الآن المطبعين من أهل السفارات، مصر، مصر، نأتي للسيسي. السيسي يعني هناك ضجة كبيرة إنه أمه شمالها يهودية، ونحن نعلم إنه بحسب العرف اليهودي أن النسب يكون حسب إيش؟ حسب الأم. فإن كانت أمه يهودية فهو بنظرة اليهود شماله، بنظرة اليهود وبحساب اليهود شماله هو يهودي. نأتي لا بعد مصر الأردن، الملك عبد الله. الملك عبد الله إخواني هناك دراسة إنه في الأصول، يعني لما نخرج إلى جده وجد جده، هناك يعني عملية تحويل جيني في فترة من الفترات في الشجرة المالكة، يعني شخص اسمه قتادة من آبائهم تم بطريقة ما أو بأخرى رفعه من شجرة العائلة ووضع شخص آخر، يعني تحويل جيني، يعني الفحص الجيني أو السلسلة الجينية اختلفت عند هذا الشخص، ففي تحول جيني. وهناك من يقول، هناك من يقول إنه من قتادة هذا الموجود في هذه الشجرة التحول الجيني يحسب لصالح من اليهود. ونقول والله أعلم، يعني أن نقول هذه أقوال. هذا بالنسبة لمين؟ لا الأردن. الآن إخواني يعني نذهب إلى فين؟ الإمارات، وندعو أصحاب الخبرة، أصحاب الخبرة لفحص الأمر، لربما هناك شيء ما في الشجرة يدل على مثل هذا التحول، ونقول والله أعلم. وإخواني يعني ما يدعونا لفحص هذا الأمور، ليش يعني ما الذي يدفعنا أن نشك، عليكم السلام ورحمة الله، وأن نضع مثل هذا التساؤل على طاولة البحث؟ أمرين. الأمر الأولاني الآية القرآنية، الآية القرآنية التي بين أيدينا، إن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهذه الآية القرآنية تدعونا لأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. هذا أصل إيش؟ شرعي. يعني كأنه سبحانه وتعالى شو بقول لك؟ بقول لك إنه كل من يوالي اليهود والنصارى في دائرة الشك، موضوع في إيش؟ في دائرة الشك، أنه لربما كان أصله يهودي أو نصراني ومزروع بطريقة ما أو بأخرى حتى يصل إلى سدة الحكم ويحكم المسلمين. هذا السبب الأولاني. السبب الثاني أنه بمعزل عن هذه الآية القرآنية، أن هناك كثير من خبراء وعلماء النسب يضعوا مثل هذه الشكوك، فيقولوا إن هؤلاء ينشك في أصلهم ونسبهم، وأن أصلهم شماله يهود. أيضا إخواني مما يدعونا أيضا لوضع مثل هذا الشك على الطاولة وطاولة البحث، أن هناك تصريحات لبعض الشخصيات اليهودية، مثلا في شخصية اسمها إيدي كوهن، هو صحفي يهودي يقوم بوضع بوستات يتكلم فيها في أمور الناس. إحدى البوستات يقول فيها
انه ستكتشف في يوم من الايام ان معظم من يحكمكم، يعني يتكلم معنا انه معظم من يحكمكم او يحكم العالم الاسلامي هم من اصول يهودية. والان اخواني، يعني كما قلنا في المسابقة الموجودة، على طريق المسابقة الموجودة، في عنا السعودية، في عنا ايضا البحرين، وفي عنا السودان موجودة على دائرة الموالاة. ايضا اخواني، يعني لو اخذنا السعودية، هناك اقوال وكتابات ومنشورات تتكلم عن نسب آل سعود وتعيدهم الى جدهم اللي اسمه مرخان. هم يقولوا شو اسمه سيدهم الكبير؟ مرخان. وكثيرون من علماء النسب يقولوا ان اسمه ليس مرخان ولكن مردخان، مردخاي، مردخاي او مرخاي او مردخاي بما هذا المعنى. ويتكلموا عن حقائق، يعني يتكلموا عن تاريخه، كيف انه كان يهودي وتاجر ويقوم بالحضور الى بلاد الحرمين، ثم قام بالترقي حتى انه دخل الى العائلة الحاكمة وقام بتغيير اسمه من مردخاي الى ايش؟ الى مرخان او مردخان وهكذا. فهذا ايضا اخواني من الامور التي يجب ان توضع على طاولة البحث. وفي كل الاحوال اخواني، لو افترضنا انه سقطت النظرية التي تكلم فيها كثيرون انه اصولهم مالها؟ اصولهم تعود الى اليهود. دعنا نقول انهم مسلمين ابا عن جد، حتى سابع جد او سابع، يعني الجد السبعين مسلم ابا عن جد عن جد عن جد عن جد وهكذا. يبقى انه الآية القرآنية لما تتكلم وتقول انه ومن يتولهم منكم فانه منهم، انه الله سبحانه وتعالى يسقطهم حتى لو كانوا مؤمنين بحق وكانوا محسوبين على عائلة مسلمة يعود نسبها الى سابع جد او الجد العشرين، ان هم مسلمين او من العرب، يسقطهم من هذا التمييز او من هذا المقام ويقوم بربطهم لفين؟ لليهود والنصارى. نعيد اخواني مرة اخرى قراءة الآية. عسى الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ننظر اليها النظرة الصحيحة. يقول سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والله سبحانه وتعالى لا يتوقف هنا في الكلام، إنما يقول: لن أقبل ممن يوالي اليهود والنصارى أي حجة، لن أقبل منهم الحجاج. مش تقول لي والله أنا كان في عندي حالة أمنية تستدعي موالاتي لليهود والنصارى، لذلك قمت موالاتهم حتى أتحصل على الأمن الكافي لحدودي ودولتي. مش تقول لي والله كان في عندي حاجة طبية إنه أنا إذا واليتهم أعطوني المصل لمرض معين زي كورونا حاليا. مش تقول لي إنه والله أنا واليتهم لأنه إذا أنا واليتهم أعطوني العلوم الضرورية إني أنا أقوم بزراعة القمح وبتنقية مصادر المياه وبعمل محطات لا الطاقة الذرية النقية، لن أقبل منك أي حجة. سبحانه وتعالى شو بيقول؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. شوفوا الصفة يا إخوان، يسارعون، وإحنا في آخر زمان والأمر أصبح سريع جدا. يسارعون فيهم يقولون، اطلعوا الادعاءات: نخشى أن تصيبنا دائرة. حجة، سيقوموا بالتحجج بأي أمر، أمن، علوم، طب، أمور استخباراتية،
طاقة ذرية، مفاعل نووي، كل هذه حجج قد يتخذها هؤلاء في المسارة على موالاة مين؟ اليهود والنصارى. والله سبحانه وتعالى يقول لن أقبل منكم هذه الحجج. ثم يقول سبحانه وتعالى مهما فعلتم، حتى لو كان الثمن انه انت بعتوا القضية الفلسطينية وقمتوا بالتفريط بالأرض المقدسة، إلا انه الأمر الرباني سيأتي من الله سبحانه وتعالى. تدابير الله سبحانه وتعالى ستكون فوق كل تفريط قمتم بتفريطه. عشان هيك الله سبحانه وتعالى يقول مباشرة: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. لربما سبحانه وتعالى أرسل لنا يعني خسوفات في هؤلاء نراها بأعيننا، يعني اللي كان بيقول لك أنا بدي الأمن يخسر الأمن، اللي كان بده الطاقة يخسر الطاقة، اللي كان بده الجاه يخسر الجاه. يعني تأتي الأمور عكس تماما ما يطلب ويأمل ويحب. والفتح إخواني تعني إنه الأرض المقدسة أمرها بيد الله سبحانه وتعالى، وسيأتي الفتح، ونعلم إنه فتح الأرض المقدسة سيكون بيد المهدي في آخر الزمان. فارتباط والتوالي في ربط هذه الأمور بعضها ببعض، شوفوا الموالاة والمصارعة في التساقط في الموالاة سيكون إشارة لاقتراب إيش؟ الفتح، وبالتالي إشارة لمجيء المهدي. والمهدي سيخوض 4 حروب كما تكلمنا. حرب أول إشي مع آل سعود والله أعلم في الحجاز، حرب تانية مع إيران والله أعلم يعني مع الفرس، حرب ثالثة مع أوروبا والله أعلم اللي هي فتح روما، والحرب الرابعة هي حرب الفتح لأنها راح تكون في الأرض المقدسة مع الأعور الدجال. تغزون الحجاز فيفتحها الله، وتغزون فارس فيفتحها الله، وتغزون القسطنطينية فيفتحها الله، أو تغزون الروم فيفتحها الله، وتغزون الأعور الدجال فيفتحها الله. فتح فيفتحها أو فتح يأتي الله بأمره، فعسى الله أن يأتي بالفتح فيفتحها الله. لاحظوا الكلمات ما بين القرآن الكريم وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، في القرآن بالفتح وفي حديث الرسول فيفتحها الله، فيفتحها الله، فيفتحها الله، ثم أخيرا الأرض المقدسة فيفتحها الله. وهذه ستكون آخر الحروب، إن الله سبحانه وتعالى يفتح بيت المقدس. فنقول والله أعلم إنه كلمة الفتح هنا بالفتح تعني فتح بيت المقدس على يد المهدي، وأمر من عند الله سبحانه وتعالى يعني أن يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده لربما كانت مجيء المهدي. ثم ما يليها من أمور مثل الطارق والفتن وغيرها، ثم بعد ذلك مجيء الأعور الدجال، ثم بعد ذلك نزول عيسى عليه الصلاة والسلام الذي سيتبع الأعور الدجال ويقتله في بيت لد. ونقول دائما والله أعلم، إلا أنه إخواني ما أريد أن أخلص في العبارة التي أريد أن أخلص فيها أن التساقط في موالاة اليهود والنصارى هي إشارة عظيمة لاقتراب فتح بيت المقدس ولحدوث أحداث آخر الزمان. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه،
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشافي جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم يا مولانا أحد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل لنا لسانا ذاكرا ونورا ساطعا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه، والشفاء من كل داء والنصر على الأعداء. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم الخير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، واعف عنا يا كريم. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، ولا نعبد إلا الله.